اقترب بلال منهما فقالت: استني يا شباب، هبرك الشاشة شوي. كنا نمزح. كانت اوكي فرح نسمع يا متعلقة غرام. بدميتها الصغيرة، تحبها وتأخذها معها في كل مكان. وذات يوم في المدرسة كانت تلعب مع أصدقائها، وكان رأس الدمية يخرج من جيبها. رأت سلمى الدمية الصغيرة فسألت: ما هذا؟ ثم اقتربت من فرح وسحبت الدمية من جيبها وتعجبت: دمية صغيرة جدا. ها يا شباب، هل التصرف ده تصرف صح؟ يكون لا حد معاه حاجة وراح واخداها منه؟ غلط لا طبعا، أنا ما ينفعش غلط أخد حاجة يا عبد الرحمن من حد إلا لما استأذن منه، صح يا عبد الرحمن؟ هل هي ينفع صح. أنا أخد لعبة أنس مثلا وأروح أكسرها؟ لا 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 آه ده تصرف مش خاطئ، صح؟ وين مش لا وانا كنت عندي، انا كنت عندي لعبة عروسة كبيرة، فرحت راسها كده مرشوف بالصرخ طلعته. معلش مش مشكلة، بس يعني المهم ان محدش ضايقك، محدش خدها منك، محدش انا قطعها لك، خدها هي مني هي، حصل لها ما لوحدها. برافو عليك. طيب تعالوا نشوف كده بقى صديقتنا دي هتعمل ايه. اقترب بلال منهما فقالت سلمى ضاحكة: التقط مني هذه الدمية. وقذفت سلمى الدمية تجاه بلال. أخذ بلال الدمية وقذفها مجددا لصديق آخر لهم. ركزي يا حاولت غرام. فرح أن تجري بينهم لتأخذ دميتها. طب بصوا تصرف اصدقائنا دول بيعملوا ايه في صديقتهم. ينفع كده؟ خدوا الدمية بتاعتها هي قاعدة وبيحبسوها تعيط، يا مس لبعض. اه قاعدة ينفع تعيط. كده؟ طبعا لا مش ما هي دميتها ينفعش. اللي بتحبها، ينفع نعمل كده يا شباب؟ اكيد طبعا لا تصرف خاطئ جدا، احنا بنأذي بيه غيرنا، صح يا عبد الرحمن معايا؟ ايوه كمان قاعدة طيب تعيط. ايوه تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل بعدها. فلم ما انا تعجبها ازاي يبقى اجيب اللعبة واحدة جديدة؟ ولم تكن سعيدة قط بما يحدث. أسرعت نحو سلمى وهي تريد ضربها، فقد كانت غاضبة وأصبح وجهها شديد الاحمرار. حاولت المعلمة طمأنة فرح وسألتها: ما الذي حدث جعلك غاضبة هكذا؟ قالت فرح: أخذوا دميتي وكادوا يقطعونها. ردت سلمى: كنا نمزح معها. قالت المعلمة: سلمى وبلال يعتقدان أنها مزحة، ولكن فرح لا تعتبرها كذلك، وهي منزعجة جدا. هزت فرح رأسها بالموافقة، فقالت لها المعلمة: عبري عن نفسك بهدوء يا فرح، وأخبريهم بما تريدين. قالت فرح: أنا أشعر بالغضب لأنكم أخذتم دميتي دون استئذان، ولعبتم بها لعبة كادت أن تنقطع بسببها، والآن أريد أن تعيدوا لي دميتي الصغيرة. أعادت سلمى الدمية لفرح وقالت لها: أنا متأسفة. ابتسمت المعلمة وسألت: هل لهذه الدمية اسم؟ قالت فرح: نعم. ثم أمسكت فرح يد الدمية وجعلتها تصافح الجميع. ايه يا شباب، سمعنا القصة؟ يا شباب بس طيب هنا تعالوا يا شباب نجيب أنشطة القصة بتاعتنا كده. خدوا بالكم ماشي. كلنا ماسكين القلم عشان هنحل مع بعض. يلا كلنا فاتحين الصوت يا عبد الرحمن، وكلنا بنحل مع بعض بصوت هادئ جدا. يا شباب ركزوا معايا، صفحة هقول لك كام؟ صفحة كام. حاضر بس استنى، هنفتح يا قلبي صفحة اللي 140 من بعدها الحزن اللوحة، صفحة 140. 140. سلامتك يا مواد.
يلا يا بوزي بسرعة يا بوزي، كلنا ماسكين القلم. بيقول لي صل الكلمة بالصورة التي تعبر عنها. يلا لما أقول غاضبة هتبقى لأني واحدة ماشي. بالثانية بالثانية أيوة بالثانية بالثانية. هي غاضبة. روحتي فين يا مريوم؟ أنا شايفاكي، تعالي لي هنا. وغرام روحتي فين؟ معايا؟ افتحي الكاميرا. طب لما أقول منزعجة الثالثة الثالثة ممتازين. أيوة شطورة يا قلب. طب لما أقول سعيدة، سعيدة الرابع الرابع ممتاز. طب حزينة الله، الأول الأولى الأولى أول صورة. برافو عليك شاطرين. يلا وصلنا. أيوة. تمام. دي المشاعر اللي احنا اتمليناها، اتملينا منها كلمة حزين وسعيد وغاضب. تعالوا تعالوا بقى كده يا شباب، لسه ما خلصتش. لسه مغلصتش غاضب ليه؟ سعيد طب متشابك استنوا استنوا لما أستاذ أنوس هيخلص. يلا يا أنوس الصورة اللي بعدها على كل ناس. ماشي، ركزوا بقى. خلاويص صلوي خلاص. بس يا مين خلصت ايه يا أنس؟ يلا يا نونس لسه احنا جبنا الصفحة خلصتي يا أنس؟ طب مش احنا تقولي يا الصفحة اللي حبيبي؟ بعدين أيوة. لا هاتوا النشاط اللي تحت، النشاط اللي تحت. بيقولي اكتب هي الصفحة الشعور. لا الصفحة اللي تحت ماشي، اكتب الشعور الذي تعبر عنه كل صورة. خوف، غضب، سعادة، حزن. الصورة الأولى دي هتبقى ايه؟ ده تبقى غاضب غضبون غضب غضب. يلا نكتبها. غاضب. استني استني عشان انا مش عارفه اكتب ثانية دلوقتي. واحدة يا مس اكتبها ماشي وانا برضو لسه هكتبها اهو. غضب. انا كده كده خلصت. ممتازين. يلا الولد اللي بيضحك ده هنقول ايه؟ ايوه سعيد. سعيد هي سعيد سعادة، سعادة. سعادة أيوة هو بيشعر بإيه؟ بالسعادة، سعادة. يلا الولد ده إيه يا ترى يا عيني؟ خوف خوف خوف. يشعر بالإيه يا سلمى؟ خوف. خوف 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 اكتبي يلا. لا على هو ده خوف. ماشي ماشي. طب اخير ولد، اخر ولد ده ايه يا ولاد؟ حزين 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 يا عيني. هيبقى حزن حزن. جديد كتبنا لا لسه انا لسه كتبنا كتبت مين؟ انا لسه يا مي ماشي اكتبي يا قلبي اكتبي. خلاويص ولا لسه؟ آخر واحد حد لسه؟ خلصت أنا خلصت يا مي ماشي شطورة يا روحي. اختر الكلمة المناسبة لمعنى الكلمة. طب لما أقول هنا رأس الدمية يخرج من جيب فرح، هقول على ولا على يا ولا كان؟ كان أيوة كان هو كان كان الدمية يخرج من جيب فرح. خلاص طب لما أقول قالت فرح أشعر بالغضب، ها هقول كان ولا أنا ولا هذا؟ أنا أنا هقول قول أنا أشعر بالغضب. ضمير متكلم. عبري عن نفسك بهدوء. فرح هقول يا فرح ولا هو ولا على؟ يا معايا مريم؟ مريم سمعيني يا صوتي.
يا هل هذه الدمية اسم؟ قالت فرحوا ها أو نعم نعم ولا نعم فيه ولا نعم نعم. نعم 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 أيوة شطورة، عملناها. آه لسه مش بكتب. ماشي كتبت يا أنس؟ اه ايوه لسه كتبت. تمام. معايا عبد الرحمن ولا بتلعب يا عبد الرحمن؟ لانه بيكتب يعني حد لسه مكتبش؟ خلاويص ولا ايه؟ هلاوي حد لسه؟ ماشي خلاويص خلاويص ولا لسه؟ خلاص طيب خلصنا. ماشي. الصفحة الجميلة السهلة دي واجب يا شباب، ويجي هتفتحوا يا مس هتعملوا فيها، هتعملوا فيها حاجات حلوة. عايزاكم بقى تركزوا معايا عشان هشرح حاجة مهمة يا شباب دلوقتي يا كتاكيت. هنشرح حاجة ركزوا فيها كده التوم دلوقتي. بالضبط لا بالفعل ركزوا يا شباب ركزوا. عندي ركزوا يا أولاد ركزوا بدل ما أعمل ماشي ميوت. قصة تاني. ركزوا وخليكم فاتحين ظهركم واسمعوني انا هعمل ايه. طالما انتم مش مركزين بصوا يا حلوين، انا هكتب كلمة امي. ركزوا كده معايا. و ام انا هكتبها زي ما انا قرأتها، ام مي. ينفع يا شباب اكرر حرف بالطريقة دي؟ لا أنس لا. لا ما ينفعش ما ينفعش. اللغة لا العربية ما بتحبش التكرار، ما بتحبش تكرر. قالت بقى ايه؟ انا عندي ميم ساكنة وميم مكسورة. نعمل ايه نعمل ايه؟ عارفين عملت ايه يا مريم؟ ودت الكلمة لمين؟ لطبيب اسمه طبيب الشدة. بصوا طبيب الشدة بقى هيعمل ايه يا شباب؟ هيجيب مقص كده. يلا يا شباب. المقص ده هيعمل بيه ايه؟ هو مقص منه عامل ايه؟ هيقص هيقص استنوا يا بنتي بيكسر استنوا لما ارسم مقص شكله حلو الاول. يقص او بيكسر ماما يلا نعمله اكس على طول وخلاص. بصوا جاب المقص الجميل ده وهيقص ايه؟ حرف من الحروف المتكررة دي. طب لما اقص حرف ايه اللي هيحصل؟ هيأثر في الكلمة، مش هينفع. طبيب الشدة قال انا هقص الحرف وهعوض عليه بحاجة، يعني هحط مكانه ايه؟ حط مكانه أقول الشدة على اسمه، هو اسمه طبيب الشدة، فهتبقى الكلمة ايه؟ بميم واحدة، بميم واحدة، ولكن هنحط فوقيها الشدة اللي هي بثلاث سنون كده. وهنا سمعت الميم ايه التانية؟ كسرة. يبقى الشدة هنا نوعوها كسرة. ركزوا بقى معايا، معنى كده هي الشدة عندها كم نوع؟ عندها ثلاثة أنواع. بسرعة يا عبد الرحمن، عندها ثلاثة أنواع. الشدة عندها كم نوع؟ ثلاثة. أنواع شدة يا أولاد يلا اكتبوها كده، دي شدة اسمها شدة مفتوحة، يعني شدة فوقيها فتحة. طيب النوع الثاني شدة وتحتها كسرة، والنوع الثالث شدة وفوقيها ضمة، شدة وإيه؟ وفوقيها ضمة. يلا نحط فوقيها الضمة. طيب أولا أنا دلوقتي عايزة أعرف يا شطار هي الشدة دي عبارة عن إيه؟ الشدة هي حرف ساكن، افتحي الكاميرا تاني يا مريم، وحرف متحرك. أيوه يا نعم أيوه، يعني الشدة المفتوحة دي يعني عبارة عن إيه؟ عبارة عن سكون وفتحة، والشدة المكسورة عبارة عن سكون وكسرة.
والمضمومة عبارة عن عبارة سكون عن سكون وضم. وضمة. يلا كتبنا. كل اللي قافل الكاميرا بيفتح الكاميرا تاني. بص نفس بسرعة. الأمس احنا هنكتب ده كتب. اه يا روح قلبي اكتبي بسرعة. يلا اكتبوا انواع الشدة. الشدة عبارة عن ايه يا مالك؟ اكتب يا مالك بدل ما انت عمال تلعب في الكاميرا كده. الشدة عبارة عن يعني حرف نرسم ساكن الرسم وحرف ده كله، متحرك. لسه سامعين نرسم يا سلوم؟ ده كله. اكتبي بس انواع الشدات اللي تحت دي يا مواد. الشده المفتوحه اللي هي ساكن وفتحه، والمقصوره اللي هي ساكن وكسره، والمضمومه اللي هي ساكن وضمه. بس اكتبي دول. نركز يا شباب. غرام معايا؟ غرام. معاكي يا مي، بكتب الشدة اسمي. عبد الرحمن جيت ولا لسه؟ يلا يا ولاد، حد لسه بيكتب؟ أنا لا. بس ماشي، لسه ما كتبتش يعني. انت خلصت يعني؟ ماشي لسه ماشي، اكتبي نايمس. وريني. ايوه برافو عليكي، قطقوطة، ممتاز. يلا يا ولاد شطورة يا مودة، برافو عليكي. ايوه شفتها يا مودي، برافو. يلا عبد الرحمن تعالى بسرعة وافتح الكاميرا. أحسنتي يا سلومة، أحسنتي، ممتازة يا سلمى. فكي الشدة يا سلمى، اكتبي كل شدة عبارة عن إيه يا سلمى. نعم نسي في نشاط بعديها. أيوه، ما احنا هنروح على النشاط دلوقتي. يلا كلنا خلصنا يا مغرام، مؤمن، لسه مريم، أنس، مالك، عبد الرحمن. الله ماشي برافو عليك يا قلبي. مين تاني بيكتب مواده؟ بس يا مس يا دكتور ايمن. ماشي خلصت كده يا انس، برافو عليك يا مواد. تعالوا يا اولاد بقى الصفحه دي، صفحه ايه؟ 143 يا كتاكيتو. يلا 143. يلا يا شباب تلوين الشدة ده واجب، انتوا اعملوا التلوين واجب، ان انتوا هتمشوا على الشدة، هتمشوا على الشدة وتلونوها. خلاص طيب تعالوا كده نقرأ الكلمات الحلوة دي. يلا يا ولاد كلنا معانا. بصوا احنا قلنا ايه يا شباب؟ احنا قلنا مالك ان الشدة عبارة عن ايه؟ ساكن ومتحرك. ركزوا احنا هنقرأ الكلمة ازاي. اول حاجة هقول ص، الفاء هنا مشددة، شدة نوعها ايه يا شباب؟ شدة مفتوحة. وانا فاكرة انا قلت ان الشدة عبارة عن ايه؟ ساكن ومتحرك. طيب الساكن انتوا فاكرين الساكن كان ايه؟ ضعيف شدة وخواف. مفتوحة. ايوه الساكن كان ضعيف وخواف، صح يا شباب؟ يعني ما بي مش لما دي شدة مفتوحة. ايوه يا روح، ايوه يا روح قلبي، انا عارفة انها شدة مفتوحة. لما نيجي نقرأ الساكن بنقرأه مع المتحرك اللي قبله، بنقول عليه مقطع ساكن، صح؟ فبالتالي لما اجي هقرأ اقول ايه؟ صف، مسكت في الساكن اهو، صح؟ صف فا، صفارة. يبقى هقرأها اقول ايه يا اولاد؟ صفارة. يبقى الفاء انا قرأتها كم مرة؟ مرتين. صف فا سمعناها كم مرة يا مالك؟ يا غرام، يا سلمى، يا عائشة. دي عائشة، السلام عليكم. عائشة عائشة ولا عائشة واحدة تانية؟ يا شوشة، انت شوشة، افتحي الكاميرا. يبقى اسمها ايه كتاكيت؟ صفارة. طب تعالوا نشوف كده، نسمع بالطيخ، بطيخ. سمعنا الطاء كم مرة؟ ها؟ سمعنا الطاء كم مرة؟ طيخ مرتين. الطاء سمعناها كم مرة؟ طيخ كم مرتين كتير. يا شوشة وحشتيني، طيخ السلام عليكم. عاملة ايه يا نور؟ طيخ عاملة ايه يا كتكوتة؟ طبورة سمعاني؟
أي ايوه. طب يلا، احنا قلنا كده بتطيخ فيها كام طاق؟ طاقة واحدة، اتنين فيها طاقة اتنين. واحدة. سمعنا طاق، سمعنا طاق مرتين، هي طاق واحدة ولكن سمعناها كم مرة؟ اتنين. جينا قلنا ايه؟ بط، مسكنا هنا الطاق اهي صح؟ بطيخ. يبقى سمعنا الطاق كم مرة؟ مرة ساكنة، مرة، مرتين. ايوه مرة ساكنة ومرة مكسورة. طب التانية اللي قافل الكاميرا، نفتحها تاني وركزوا معايا. صبورة صبورة تن. يبقى بص، تن، يبقى الباء سمعناها كم مرة؟ سب. اتنين، مرتين. صبورة اتنين تن، مرتين. ايوه برافو عليكم. الباء المشددة. طب لما اجي اقول دب، يبقى سمعنا دبون الباء كم مرة؟ مرتين. مين اللي مشدد؟ مرتين. يبقى الشدة عبارة عن ايه يا شباب؟ الشدة ساكن ومتحرك صح؟ صح. لا طيب تعالوا نشوف اللي بعدها يا ولاد. كلهم يقول لي انطق الكلمات الآتية وضع خط تحت الكلمة، الحرف المشدد في الكلمة. تعالوا نخلي مسكنا مالك كده يقرأ. يلا يا مالك مع اقرأ لي. الدم. نعم هو مالك، مالك. نعم. نعم يا عبد الرحمن. من أمنية، من أمنيتي، في حد اسمه أمنية. يا حبيبي ميس أمنية بتسجل معانا الحصة، خليك معايا ومركز ما شاء الله، مركز في اللي معانا. أنا عايزاك تركز في الدرس. يلا يا مالك. أكله سك ف سك شوكولا، سك رن سكالون، سكالون. سكالون اه مين اللي مشدد هنا يا مالك؟ مشدد الكاف. برافو عليك. يبقى نحط تحت كاف شرطة خط. يلا يا ولاد، يلا يا عائشة. شوشو حبيبي اقرأي الكلمة خلصت. اللي بعدها. ايه اقرأي. خلصت انا؟ نعم نعم اقرأي دي، اقرا لك انا كلمة. هذه الكلمة يا أستاذة شوشو. طيب برافو عليكي. طيب، يبقى مين المشدد هنا؟ طيب. الياء، الياء مشددة شدة مكسورة. شاطرة يا شوشو. يلا عبد الرحمن اللي بعدها يا عبد الرحمن. عبد الرحمن اقرأ اللي بعدها. كلنا مركزين يا أولاد. مركزة معاك يا ميس. أيوب، أيوب. مين هنا المشدد؟ الياء مين المشدد يا عبد الرحمن؟ الياء. الياء. برافو عليك. يلا يا سلمى اللي بعدها يا سلمى. يلا يا سلوم افتحي الصوت، افتحي المايك يا سلمى. يلا يا سلمى حبيبي مر اقرأي كلمة. مرة. الراء هنا عليها شدة، يبقى أنا هقرأها مرتين. مرة اقرأيها. مرة برافو عليكي. يبقى مين المشدد؟ الراء الراء. نحط تحتها. أيوه برافو عليكي. يلا يا مودة اللي بعدها. عائشة افتحي الكاميرا. أيوه عائشة اللي فاتحة. مين اللي قافل؟ مريم افتحي الكاميرا يا مريم. يلا يلا يا مودة، يلا يا مودة، نعم مس. يلا يا حبيبتي اقرأي. كرايزي. يقو. يقص يقص. مين المشدد هنا؟ الصوت. شطورة. يلا يا مريم، مريم انتي بتلعبي اقرأي. طب اقرأي.
سباح. سباح. مين المشدد؟ الباء. ممتازة، أحسنت. يلا يا مؤمن اللي بعده، يا مؤمن بسرعة. يغني. أنا يا مي يغذي. مين المشدد؟ يغذي الذئب. يلا يا يا غرام اللي بعدها، يا غرام. كم؟ مود. كمون. كمون. مين المشدد؟ أميد. الميم. أميد. يلا يا أميد. أنس، أنس اقرأ لي الكلمة دي يا أنس، افتح إذا بسرعة عرفت الصوت. مريم ما تقدر.